هريسو ده المنظر. التليفون فجأة قفل. I need to finish this actually. عادة لما بيقفل كده بخلص، بس أنا كنت قافلة على حاجة مهمة، على إسراء، وهي بتقول لي يعني بتلوم بقى، يعني كل المسؤولين كويسين ومفيش فساد والشعب الواحد. لأ مقلتش كده، أنا قلت في أسلوب في التعبير، كلمي براحتك بس بأدب، زي ما أنا بكلمك يا إسراء. معرفش إسراء لسه معانا ولا لأ، بس الكلام ده لإسراء. زي ما أنا دلوقتي يا إسراء بقولك، والله الصح اننا اعملي اللي عليكي كشابة في حياتك الشخصية في الضلمة، اعملي اللي عليكي لبلدك قد ما تقدري، تمام؟ وفي نفس الوقت لو عندك خطة لعلاج حاجة معينة انتي مش حباها، وجهي كلامك، اطلعي زي ما انا بطلع كده وكلمي يا معالي وزير السياحة. اعتقد ان احنا لو سوقنا سياحة الشواطئ والعلاج بالطريقه الاورجانيك بتاعت السوشيال ميديا وتستيمونيز من غير ما نجيب ممثلين ونصرف عليهم مؤاخذه، يعني هنستفيد اكتر والسياح هتيجي اكتر، بالذات ان حضراتكم بتعملوا صفقات كويسه مع الخارج، والخارج دلوقتي طلع مصر من وضع الارهاب، وبقى في سلام وبقى في تعاون ما بين بلاد كتير. فاعتقد ان سياحه العلاج فقط كافله ان هي تنعنش حاجات كتيره في مصر. ادينا كلمنا وزير الإعلام، وزير السياحة أهو بأدب. تفتكري ده الأسلوب ده يمشي ولا يا تيتوي تيتوي تيتو عملتوا في البلد بذمتكم انتوا، بذمتكم انتوا أنه اللي هيمشي أكتر، صح؟ لان احنا اصلا احنا مش بنشرب شاي معاهم كل يوم، مش نايمين في مكاتبهم كل يوم، ما عارفين ايه التفاصيل اللي بتحصل. ده يا دوب لو اتكعبلنا في خبر وفهمنا نصه، ولا خبر من ناس معادية عايزة تهيجن على دولتنا. أبوكي ومامتك يا ستي، أبوكي وأمك اللي ماسكين البيت، تمام؟ ممكن يكون جاي لهم وقت من الأوقات مش مركزين، بيعملوا حاجة غلط، استراتيجيتهم غلط، عملوا شوبينج غلط، دفعوا فلوس في حتة غلط، تقومي داخلة مهزقاهم ومرمطة بكرامتهم الأرض ومكسرة في البيت وتيت وتيت وتيت. ولا لو سمحت يا بابا ماما يفهمونا، مش عايزين يفهموكوا عشان ما تتضايقوش. طيب بصوا يا بابا ماما، احنا والله شايفين انه استثماركوا ده كان ممكن الفلوس دي نحطها في المشروع الفلاني بتاع تسويق المياه في الشواطئ في مصر والاماكن العلاجية في مصر، بالذات ان العالم دلوقتي هيبقى عايش فترة طويلة من الخوف النفسي بسبب العلاج، ومصر ما شاء الله متوفر فيها الموضوع ده. فاعتقد ان احنا نتعاون مع اجهزة الاعلام، واعتقد ان احنا نتعاون مع يعني وزارة السياحة اهو، ووزارة هي اسمها ايه الوزارة اللي ماسكة الاعلام، داخلية مثلا، والاعلام نفسه والاعلاميين والصحافة، ونتعاون مع الشباب اللي هم بيسموهم ايه الاكتيفست اللي هم رواد السوشيال ميديا، وتمام ونتعاون مع المؤثرون والمؤثرين والمؤثرات، تمام؟ ونتعاون كلنا مع بعض عشان نعمل حملات مستمرة للعالم الغربي، ونجيب الجماعة ونجيب ولادنا اللي عايشين برا اللي بيعرفوا يتكلموا لغات مختلفة وفاهمين دماغ الغرب، عشان يبقوا نتكلم الانجليزي الصحيح مع الناس دي بدماغهم ودول بدماغهم، ونقعد نسوق الاماكن بطريقة حاجات مختلفة. ادينا اهو طلعنا دلوقتي مشكلة، كلمنا المسؤول وقلنا فكرة معينة للحل، ويمكن لو سمع يقول لك طب والله تعالي انا عايز اتعاون معاك، انت عندك ايه الخطة بتاعتك، ممكن تعملي برزنتيشن. على فكرة انا اعرف ناس كانت لما انا كنت انا بدأت اتشهر، كانت مثلا واحدة حرفيا بتصطاد سمك محدش يعرفها، فشيرت لها حاجتها، كانت she's very beautiful وبقت مشهورة، وبعد كده راحت للرئيس وقالت له عندي مخطط الفلاني للسياحة والكلام ده كله. ازاي وصلت؟ كانت في الاول بنوتة عادية، فان بحبك يا مي، فبصيت على حاجتها لقيتها من هواة انها تروح تتفرج، انها تروح تصطاد، وانها تروح البحار في مصر والكلام ده كله. ما شاء الله شغلها طلع حلو، طلع فيه inspiration، لف الناس شافته، فبدأت تعمل حاجات اكتر في وزارة السياحة، وبعد كده بدأت ايه تعمل presentation، وراحت انا نزلت مصر لقيت قابلت الرئيس اصلا وعملت معاه presentation. انا عندي خطه 1 2 3، ايه رايك نعمل كذا؟ طب ليه لا، ليه ما نعملش كده؟ البنوته دي لو كانت طلعت شتمت ايه فول، انتوا بتشتموا بقى في يعني في الدوله بطريقه سيئه جدا، يعني
يا كذا يا كذا يا اللي عملت كذا، وتجيبوا بقى العيال الهربانه بره في اماكن بره ويقعدوا بقى يشتموا. اولا اولا خدت ذنوب، هنت نفسك، اتحطيت في خانة اليك، محدش هيحترمك من صحابك، حتى صحابك مش بيحبوا الدولة ومش مالكش خلاص، انت بقيت صرصار على الشمال كده. واحد قال لي ادب، عمال يقل ادبه. انت لما تكلميني باحترام وتقولي لي اي نقد بناء، هتلاقيني هقرا لك، هسمعك، هاخد نصيحتك، هطبقها ممكن. لكن لما تهزقيني طول ما انا قاعده تشتميني، هعمل لك بلوك. اسراء، اديني انت سمعتي انا قلت ايه؟ انا كنت كل ده عملت الفيديو ده تاني مخصوص عشانك. انت سمعتي من الاول؟ انا عندي شعور كده ان اسراء هنشوفها بتشتغل في الوزاره. بصي، مش بقول تشتمي، بس تعترضي على اساليب الحكومه. ما انا بعترض، انا بعترض، ما هو انا لما بعترض على حاجات في الاعلام ده، انا كده بعترض على حاجات، انا بعترض على الحاجه اللي انا افهم فيها. انا ما افهمش سد النهضه، ما افهمش قناه السويس، ما افهمش البحر الاحمر، بس ما افهمش. انا افهم اعلام، افهم اعلام كويس جدا ما شاء الله، فبتكلم في اللي بفهم فيه. وقبل ما افهم الاعلام كويس، كنت برضو ما بتكلمش لان مش فاهمه حاجه معينه كويسه، بس عارفه ان في صوره معينه لازم تظهر، صوره الاخلاق دي اللي هو السينما والاخلاق. فعملت كل اللي انا بعمله ده، وبقيت دي الحاجه اللي بقى بتعامل بيها بادب قد ما اقدر، وهو وعلى يدك كل الوقت ده اهو. لكن مش بصوره ان انا هيج الناس ايه اعلام فاسد، لا، لان في ناس انا قابلتها بعينيا وقصدها فعلا تعمل حاجه كويسه وتطلع منها بلاوي. انا نفسي، انت يا اسراء اكيد شفتي لي حاجات فاسده، اكيد اكيد شفتيني وانا بشتم وانا بقبح وانا بقلع، استغفر الله العظيم يا رب، مع ان البنت دي من جواها نظيف وعايزه حاجه كويسه. بس الفتره دي كان ممكن البنات تقلع الحجاب، البنات تلبس وحش، البنات كذا، فاهم قصدي؟ انا كنت كده بعمل فساد في الاخلاق وانا مش مدركه. فوارد جدا انه يبقى حد شكله بيعمل حاجه سيئه زي بالظبط اللي مريت بيه، وهو اصلا فعلا عايز يعمل حاجه كويسه، وذر بقى شطانه ولا اتعمى ولا الصحبه اللي حواليه ولا الحشيه اللي حواليه، واخده بالك؟ فاسلوب المعامله لازم، عشان يبقى في نقاش بيننا وبين مسؤوليننا في الدولة، لازم أولا لو فعلا عندك نفسك تشوف تغيير، روح اتعلم الحاجة اللي مضايقاك قوي. في حاجة معينة الدولة عملتها مثلا في التعليم، حاجة هتموت وانت تعملها، وحاسس ان الدولة او انت مش فاهم. الاخبار بتقول والله حصل، نزلوا تابلت مثلا، انت بقى الموضوع ده بالنسبة لك نو واي، ده غلط. بدل ما تنزل تشتم وده نو واي انه غلط، قول انا بعترض عشان واحد اتنين تلاتة والحل كذا، مش برضو اعتراض عشان نهيج الناس. لا، لو هتقول حاجة فيها اعتراضي، قولي لها حل عشان خاطر نفكر بطريقة constructive مش destructive. destructive يعني كن 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 constructive يعني بناءة، مش عارف اعمل البتاع. constructive يعني طريقة تبني، destructive يعني طريقة تهد. بس اتعاملي بس بطريقة تبني. لكن اتيتيود ان احنا، او فكرة ان احنا هم عايزيننا مقهورين ومش عارف ايه، مستحيل بعد الثورة، مستحيل. لانه كله عارف قيمة 65 مليون شاب، بس 65 مليون شاب مش بيتكلموا بطريقة كونستركتيف، زي بالظبط ما انا واحدة منهم. ساعات كتيرة كنت بتكلم بطريقة همجية ولبط وبتاع، ولما اتعدلت والله اديني بقول اهو، اللي عايز ياخد المعلومه ياخد. وفي الاول وفي الاخر رب العالمين ممكن يوصلها لهم، يسمعوها مني بطيبه، او ممكن اكون بقول معلومه حلوه وانا بعمل حاجه وحشه في حياتي الشخصيه، فربنا ياخد مني معلومه، يعني المعلومه وهي تطلع توصل لمسؤول ان انا قللت الادب وبنظر ووحشه ولا يشك فيا. لكن مثلا في حياتي الضلمه انا بتقي الله وبتكلم، ممكن المسؤول ده يسمعها، الله يحميك يا بنتي. فاهمة؟ وصلت لك يا إسراء؟ مستحيل يا إسراء تبقى الحكومة كلها ظالمة، لأن كده يبقى يعني ربنا ما بيظلمش إن هو يديكي ظلم في المطلق، مستحيل.
مستحيل، مش في المطلق. المؤسسات الحكومية كبيرة، فيها آلاف من الناس بتشتغل، في آلاف من المسؤولين بيشتغلوا، مستحيل كله يبقى ظالم، مستحيل. ومستحيل كلنا كشعب 100,000 واحد مؤدبين، يعني مستحيل الكل ده كله مؤدب وده كله ظالم. ده منطق؟ تفهم قصدي؟ على قد اجتهادنا احنا، على قد ما ربنا هيرزقنا بالعدالة. ولو فيها جزء من الظلم شوية ممكن يكون اختبار لينا، عشان المكسب بعد كده هيبقى دبو. ما لو ابتلاكي وانتي كويسة معناه ايه؟ ها؟ اختبار ليكي عشان هتاخدي حاجة. ودي في آيات برضو مذكورة، لو انتي كويسة وفي ابتلاء، صح؟ حسيتي بظلم وفي ابتلاء وانتي كويسة، أجرك هيبقى هيتضاعف. فيمكن بيقول لك اللي هو اتقالي تاخدي حاجة حلوة. I'm being serious والله العظيم. فإحنا ما نعرفش إيه اللي في ال اسمه إيه ده، في العقول وفي في النوايا. يعني أنا يا جماعة أكتر واحدة بديكم بضرب المثل بنفسنا، كل كتير ما كانش عارف نوايا إيه، وكتير لما شافني بتعامل بطريقة سيئة مش عارف نوايا إيه. وفي ناس لما بتشوفني بعمل حاجة كويسة برضو بيشك في نيتي. بس الناس المتزنة، يعني اللي هو والله يا بنتي انتي لما كنت تطلعي تشتمي وتعملي كده ممكن تفتني الشباب وتعملي حاجة وحشة، ودلوقتي واضح انك صلحتي حاجة في حياتك فجاية تكلمي صح. فاهمة قصدي؟ فهي نفس الشخص، مرة عمل حاجة فيها ظلم، ظلمت نفسي ها وعملت فتنة، ومرة تانية اهو الحمد لله. فاحنا ما ننفعش نعمم، مستحيل. ولا نخاف، لا نخاف ولا نتهزم، ولا نبقى واخدينها استامبا كده اه الحكومه وحشه واحنا كويسين. لان انت you're gonna get what you see and what you believe. if you believe that ربنا عمل كل حاجه اه بميزان بمقدار، وانت متاكده ان انت كويسه، يبقى تاكدي 1,000,000% ان ربنا هيدينا حد ناس كويسه زي ما انت كويسه. بس مستحيل يبقى الشباب كويس ولا مستحيل. انت بتشتم مين يا احمد؟ يا احمد كبر دماغك. فاخدتي بالك يا حسام مصطفى؟ انا كنت بس عامله الفيديو ده اكشلي عشان خلصت الاولاني قطع، وكنت عايزه ارد على البنوته القمر انجي. ايه فين انجي؟ خد بالك انجي. اه هبة، يبقى انا عايزه اكلمك هبة. هعمل لك اد، انا عملت لك بين. ممكن هبة تبعتي مسج على الخاص، ما عرفتش اعمل لك بين لان الكلام ده خاص شويه، هاي يعني مش عايزه الناس تعرف مشكلتك قوي. فبعد اعملي لي اد يا حبيبتي الله يكرمك، عشان اتصل بيكي كده حد معاكي وقت اتصل بيكي عشان نشوف ايه اللي انتي تمري بيه. مين اللي قالك ان حكومتنا نظيفة هنا يا اسراء؟ اسراء احنا في ناس من حكومتنا بتجيب اطفال تشز معاها. مين قالك ان هم مش بيسرقونا بالطريقة القانونية؟ مين قالك ان هم مش بيضحوا بينا وبيعملونا فرن تجارب؟ مين قالك ان هم بينفذوا الوعود اللي بيقولوها؟ مين قالك ان هم بيحكموا بالعدل؟ مين قالك ان هما مش مفهومش اضطهادات وعنصريه وشذوذ ووساخه؟ مين قالك ان مفيش منهم ناس بتعبد الشيطان؟ مين قالك ان مفيش ناس عملت امراض عشان تاذي تسيطر؟ ده ناس طالعه باسم الديمقراطيه والانسان، وحرفيا بتجيب شيطان، بتجيب اطفال تنام معاها. مين اللي قالك ان مين يا حبيبتي؟ انت يا اسراء جيتي شفتي يا حبيبتي، انا 25 سنه هنا يا ماما جوه وبره وبعمل مليون حاجه. اوروبا اوسخ ودل، ما هم دول اللي جايين من اوروبا اللي كانوا جايين لجوء، عارفين يعني عارفه يعني لجوء؟ يعني بيبقى مرميين مضطهدين من الكنيسه ومن الشارع ومن البوب ومن الملك. حساله، الحساله جم هم عملوا المكان ده. مين اللي قالك ان الناس دي كويسه؟
امال عملت فيديو كورونا ليه؟ وعمال اقول يا جدعان بيعملوا معايا متضايقين مني جدا. مين اللي قالك؟ مين اللي قالك ان هم ما بيرعوش يدخلوا يفشخوا العالم كله قهرا وظلما عشان ياخدوا يسرقوه؟ مين اللي قالك ان ما يعملوش حروب إبادة؟ يا إسراء اوعي اوعي تتفتني وتصدقي وانا قاعده انا قاعده في بقهم هنا، وعلى ما بخيرهم يعملوا اللي ربنا كاتبه لي هيكون. الناس دي يا حبيبتي الترابيزه المدوره دي بتاعت العالم اللي انتي طالعه بيه السما، والله العظيم ثلاثه ويا ربي، يعني ربنا شاهد على اللي انا بقوله بجد، على 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 يعني على صدق كلامي. الناس دي اساس الفساد العالمي العالمي بلا استثناء وبلا منازع، دول بالذات اللي انت جبتي سيرتهم. عشان كده انا بتكلم بقلب وبتكلم يعني مش بقصدي علم ان انا اعرف عنك، قصدي علم ان انا شفت بعيني ودقت ودخلت كل المجالات دي، اتعاملت معاهم كلهم مع كل الانواع، من الكونجرس للسي اي اي للاف بي اي للقاضي، القاضي اللي فشخني عشان ابويا اسمه محمد، عشان ابويا اسمه محمد، وظباطهم اللي واحد منهم كان عايز يختصمني. لا لا بقول لك ايه، ده انا دقت المر هنا وما زلت لغايه ما دخلت المطار اخر مره بسبب فيديو كورونا. فمين اللي قال لك؟ بالعكس، فانا انا لو انت مصدقه معي في اي شكل اديني بقول لك اهو، 25 سنه مش من كتب، من تجارب والله العظيم. يعني اختي بتكتب دلوقتي مسلسل اكشلي عن التفاصيل دي، فكلها بلا استثناء هتلاقي فيها حاجات ميري جدا وحاجات مش محدش كان هيصدق ان ده موجود. فيا جماعه ارجوكوا ارجوكوا يعني تاملوا الخير على الاقل، يعني اطلبوا على الاقل من ربنا يا رب نشوف الصح او ارزقنا وخلاص، ان احنا مش شايفين. فهو هو ابتلاني اني اشوف، ودلوقتي هو انا عرفت انها دي رزق اني شفت. فاديني منكم كده، وجيت وسافرت زي زمان الرحاله المسلمين يروحوا يسافروا ويحكوا اللي شافوه، واديني بقول لكم اهو ده الحقيقي. كان قطع المصحف، اشرح لك ازاي عايز يغتصبنا يعني، والتاني بيضحك يعني مش عارف عايز يقطع انهي حته فيا يعني، ده كان سؤال ولا قصدك القصه المصيبه اللي حصلت ايه السبب والدوافع؟ عشان في حيوان بيضحك، اللي بيضحك ده ايه؟ ما تيجي افرج اجيب لك بقى ايه فيديو للناس مغتصبه بقى، ادام ده انت حاجه بتحبها، ننزل بقى نغتصب الناس في الشوارع ونصورهم ونتبسط، ونطلع بقى على الدارك ويب وندفع بالبيتكوين ونجيب ناس ونموتهم حتى في الدارك ويب. ايه يا رحمك انت وهو مش فاهمه اهو اهو يعني اهو يا انجي يعني فاهمه ازاي بقى اغتصبتش؟ ما تيجي احنا كلنا نغتصبك مجوحة اهو يا جماعه. ان خليكوا حقانيين اهو. اسلام بيقول لك عايزك تتناقش في التنظيم الماسوني وعلاقته فيه الخراب في العالم وتحكم الحكومات. حبيبي هم دول اللي عاملين امريكا من اول فاوندينج فاذرز بتوعهم، فما فيش، انا اسفه، ما فيش حكومه بتعبد شيطان هيبقى عندها عداله. عداله ايه اللي ماشيه بالشيطان؟ فصلوا على النبي، صلوا على النبي. انا شفت الوحش في مصر، ويعني في منهم اتخانقت معاهم في وشهم، وشفت اللي كان عنده اخلاق ومحترم، شفته كله. مصر فيها كل حاجه، مصر اللي هي فيها ايه اتقال عليها ايه، كامله، استغفر الله، مفيش كمال لله، ولكن كامله بمعنى عايزه دين هتلاقي في مصر، عايزه رقص هتلاقي في مصر، عايزه طيبه هتلاقي في مصر، عايزه جحده هتلاقي في مصر، عايزه اخلاق هتلاقي في مصر، عايزه وسخه هتلاقي في مصر، عايزه فن هتلاقي في مصر، عايزه سفاله هتلاقي في مصر. مصر فيها كل حاجه، جست انت عايز ايه. زي ما مصر طلعت الشعراوي طلعت برضو الملحدين والعاملين، زي ما مصر طلعت فنانات عملت اجيال، ضمير قبل حكمه صباح الفل، عملت النسوان فيها الكلام ده. وخلي بالك انت لو خدتي بالك دلوقتي روحوا عند التجمع والاماكن دي، ناس من سوريا، ناس من العراق،
ناس من سوريا والعراق بالذات. تعالي شوف عايشين ازاي في مصر. اقسم بالله لما بتكلم معاه بيقول لي انا حرفيا جيت بشنطه مصر وسنه ونص وبقى عنده مطعم وفيلا وبتاع، ولا بيضطهد ولا بيقول لك عشان انت مش مصري لازم تعمل ولا عنصريه ولا زي اللي بيحصل معانا هنا، ولا الكلام ده كله. وبقى عايش وبيكبر، سكايز ذا ليميت. تعالي انت في امريكا يبقى عندك بيزنس في سقف معين راسماليه، اقري عن الراسماليه، واخد بالك؟ ف ما هي حبيبتي امريكا هي اوروبا، او حكام امريكا هي اوروبا، انت مش فاهمه قصدي، انت لسه برضو مش مجمعه النقط. بصي يا ست الكل، امريكا مين اللي عملها؟ هي حته ارض كده يقال، يعني مع ان كان في الاسلاميين المسلمين قالوها، بس سيبك من الحته دي، سيبك من الحته دي. مين الفاوندنج فاذرز دول كانوا مين؟ اللي جم وعملوا حاجه اسمها colonization، يعني جم احتلوا الارض وعاشوا فيها، كانوا ناس جايه من اوروبا، جايين من انجلترا، وبعدين من فرنسا، وبعدين من المانيا، وبعدين جابوا ناس غصبا من افريقيا شغلهم عبيد عشان يطلعوا التباكو ويصدروه. لان الملك لما الاسطوره تقول لما سافروا من انجلترا لامريكا سافروا رحله استكشافيه بتاعت كولومبوس والهم ده، صح؟ وبعد كده لقوا الارض خصبه ان هي تعمل سجاير تباكو، فقالوا للملك احنا هنروح نقعد هناك ونعمل التباكو وبعد كده نبيعها وكده. فقال لهم طب خلاص ادام انتوا يعني انجليز وستقعدوا هتشتغلوا، فالانجليز بيشتغلوا لازم تدفعوا ضرايب، فهم ما كانوش عايزين يدفعوا ضرايب للملك، فعملوا الحرب. هم ليه دايما في 4th of July؟ عشان يستقلوا عن انجلترا، وده كله فركش، ده كله بلح، ده كله فوتوشوب يا ماما، تمام؟ لكن عشان خاطر يقولوا ان امريكا مستقله، بس امريكا هي ما هي الا اوروبا، انجلترا، فرنسا، سبيشال انجلترا، فرنسا، المانيا، واسرائيل، فاهم قصدي؟ بس فالحكام هنا عباره عن كل الجماعه اللي من هناك، مفيش حد لغايه اخر واحد. ترامب ده كان ايه؟ ابوه ايه؟ نص يوناني ولا نص الماني ونص ايريش او سمثينج، فاهم قصدي؟ الشعب نفسه لا، الشعب ده جميل، يعني الشعب ده جميل، عارفه ليه؟ لان الشعب ده عباره عن طبق سلطه، بمعنى انه الشعب ده عباره عن الانجليزي العاديين اللي جم بقى بعد الحكام بتوعهم. طب وجابوا الفرنساويين وجابوا الايطالياويه وجابوا الافريكان، وبعد كده فجاه جابوا الناس من المغرب، وبعدين كل واحد بيند بيزمر للتاني بيقول لك ايه تعالى هنا في رزق، فبيجوا فبيكبروا المؤسسه الراسماليه الكبيره دي، وكل واحد والصينيين بيجوا والعرب بيجوا والكلام ده كله بيجي وبيدوا خيراتهم واجتهاد في الشغل، فالحكومه بتاخد اللي يكفيها وتكبر وتديهم قوانين معينه متركبه بطريقه ان هي حرفيا استعباديه، بس شكلها لابسه ايه؟ بدله. الراسماليه ما هي الا استعباد في بدله، واخد بالك؟ وطبعا كل قوانينها الخارجيه انا حرفيا لازم اقوم انا، بس كل ده عشان انجي والله، يعني الفيديو ده انا هسميه انجي لما اقفل. وكل قوانينها الخارجيه معموله عشان تفتت الدول عشان خاطر تاخد كل خيراتها، بس فاهمه يعني. فدي انا طبعا عرفت من الكلام ده مؤخرا، يعني انا اصلا كنت دارسه تاريخ هنا من منظرهم، فدرسها هما بيدرسوا ايه، بس اما انا الدراسه بتاعت المدرسه حاجه، بتاعت الشارع حاجه تانية، واشتغلت بقى حاجات مختلفه، ف معلومات وقعت في حاجه بتقع في حجري، فانا اسفه ما بني على باطل باطل. فلما الاساس يبقى نجس وفاسد انت عايزه ايه؟ تنسيش ان بلدك لسه فيها الله اكبر بتتقال، ولسه اكيد في ضابط بيصلي، اكيد في ضابط اخوه كان شهيد ولا طالع بايس ايد امه قبل ما يمشي. والفتره اللي فاتت ما انتوا عملتوا، بصوا عملتوا انتوا، العالم اتكلم على اللي عملتوه، جرستوا كل المسؤولين اللي كانوا عندهم افسات، كانوا يعني ايه عايشين اللقطه. بصوا حطيتوا ناس، حطيتوا مين في السجن؟ يعني الله اكبر، يعني الله تنسوش يا جماعه المجد اللي انتوا عملتوه، يعني باذن الله طبعا.
انتوا حطيتوا ناس يعني كان يعني فاعتقد ان الناس دلوقتي مش بالغباء ان هم يكونوا على نفس مستوى الفساد، لانه الشعب مش هيسكت. بصوا فشخ الدنيا ازاي، شافوا بعينيهم، فمستحيل بيحترموك وبيحبوك انت، بس لغة الحوار بايظة. وفي اكيد 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 في decisions، يعني ايه decisions؟ قرارات اكيد خاطئة ومش محسوبة كويس. وبتجنن بتجنن، انا اسفة مع احترامي، اول ما تمسك الوزارة ليه في معرفش كانت مين اللي عمل كده، اللي هو تخش مستشفى تقولي بلادي بلادي ايه ده ازاي، يعني في حاجات كده كتير كانت بتجنني، اللي هو ليه، ولا معرفش مين بتاعت ماسكه حي سمت الاحياء كلها على اسمها واهاليها وبتاع، ليه ليه يعني ليه ليه يعني انا عايز اقول ليه، كل اللي عايز اقوله ليه. يعني في حاجات كتير بتحصل بس بادب بادب. انا مره كنت شايفه مجلس النواب، اسمه مجلس النواب عندكم ولا مجلس الشعب ولا اسمه ايه، وكانت الوزيره وزيره ال اسمها ايه اللي هو الطب والحاجات دي، الصحه، وزاره الصحه كانت بتتكلم، طلعت بنوته في المجلس بتناقش مفروض مشكله، يعني بتنتقدها المفروض ان الوزيره عملت قرار، البنت من وجهه نظرها القرار ده كان مش كويس، تمام، اسلوبها وهي بتكلم وزيرتها في منتهى الوقاحه، منتهى قله الادب. طب انت عايزه تهينيني، والتانية يا عيني انا بجد ثابت عليا ردت عليها وحاولت تحتوي الموقف، انت واقفه عماله تبهدليني وتهينيني وانت اصلا مش وزيره ومش عارفه ايه اللي انا بكون بمر بيه، وبتفشخ كفايه انا واحده ست، يعني كونك انك مرأة كده كده بتتفشخي، وجايه حته انت حته يا بت يا شخه حته شخ، والمصحف انا لو والمصحف لو وزير اقسم بالله ما مش همسك نفسي، انت حته شخه لسه متخرجه جايه عماله تقلي ادبك عليا، انت عارفه انا بعمل ايه؟ طب قولي لي انت شايفه انا ايه القرار اللي عملته غلط والحلول بأدب. قلة الأدب بقول لك ايه، معيبة ولا لعيبة، اللي مالوش كبير يشتري له كبير فعلا، اللي هو ايه دولة قلة الأدب مش هتجيب عدالة معاكم، طول ما انتوا بتتعاملوا بطريقة فيها قلة أدب مش هناخد خير، لازم يبقى فيه أدب، لازم يبقى فيه أسلوب، لازم يبقى فيه دراسة لحاجة أنا هقدمها لما أنتقد، لما هكتب كومنت بدل ما أبالحة خربت الدنيا أبالحة أكباري شوية عيال سرسجية وسخ. طب بدل ما تقول بلحة وتقل أدبك، أتمنى من سيادة الرئيس الفترة القادمة التركيز مع الإعلام. شكرا، تمت، دن. أتمنى من سيادة الرئيس توضيح اللي حصل في المؤتمر الكذا، وبعد الراجل بيحب يتكلم بلدي، كلموه بلدي، اكتبوا كلام هيقراه، او المخابرات بتاعته هتقراه، هيقروها بيقروها، قاعدين معانا قاعدين بيقروا لنا دلوقتي مصحف بشوات منورين يا بشوات نصيب. بس انت على فكره انتوا يعني انا مش ناقصه كل ما اروح حته يتحقق معايا، يعني انجي مين بقى اللي هيجيب لي حق المواصلات بتاعت التحقيق دي؟ ها مين يا انجي مين؟ فانا بقول اللي ليا واللي عليا، اعملي اللي عليكي، وساعتها بيقولي اه والله احنا عملنا، يبقى ساعتها بقى ايه الواحد يتكلم بقلب بقى، يوم يعلي الستريس. انا بضغط معاليك، ركز في الاعلام عشان سلامه البلد من جوه، يعني اهو انا بقى دي من مني، انا كل يوم بقاقيها كل يوم بقاقيها، مش عشان انا عايز ارجع اعلام خالص، بالعكس انا مش عايز ارجع اعلام، انا عايز اتجوز والله العظيم، انا عايز اتجوز واقعد في البيت بجد، يعني والله يا رب يا رب باب السبب يكون مفتوح، اتجوز واحد زي القمر ويكون بيعمل شغل ويكون بيخدم لولا الوطن، وابقى انا اللي هو وراء كل عظيمة امرأة واختفي بس، والله ما عايزة والله ما عايزة ولا هطلع تاني، هجيب جوزي ده اشتغل بقى عليه، هو ده اللي هقعد ازق، انا مش ما فيهاش صحة، عايزة ابقى خلاص ست واقعد يا دوب لو استشارني في حاجه، ولا انا اقول له يا حبيبي رايي كذا، بس يكون راجل بيعمل حاجه لبلده عشان اعرف، يبقى احس ان انا طاقتي رايحه في حاجه عدله بس.
فانا ما عنديش الطموح اللي هي انا حققت طموحاتي كلها الشبابية حققتها دلوقتي. طموحي ان انا اطمن ان القبر بتاعي هيكون في دولة مسلمة في بلدي. لانه شفت موت كتير يعني، وان ربنا يدخلني بيت عنده في الجنة. ولو يا ستي الحياة يا ستي فيها ظلم، ما مرات فرعون كانت بتقول لربنا ايه، ربي ابني ابني لي بيت عندك في الجنة. يعني انا ما عنديش بيت دلوقتي في الارض كما هي خرسيت، ما عنديش وما اعرفش هيجي لي امتى بيت. فبقول له يا رب ابني لي بقى، ابني لي بيت بقى خلاص، انا عايزه بقى عندي بيت فوق. انا هحاول اجتهد ان انا اركز في البيت اللي فوق في الجنه عشان الارض دي بتخلص بسرعه. فبص يا اسراء، انا هضطر ان انا ايه اقفل الموضوع ده كده عشان انتي لسه عايزه تصوري، ودي مش من الحكمه. ما خدناش ابدا حاجه من الثوران والزعيق والزعل وانه كلنا دمنا رايح وكلنا كذا وكلنا كذا، ده مش حقيقي. تعالي عيشي بره شويه وشوفي، روحي بلاد عربيه تانية وشوفي. انا كل انا لفيت في كله وعشت في كله ودقت كله، مش حقيقي. انا اسفه، مش حقيقي. احنا عندنا مسؤوليه كبيره جدا ان احنا نصلح من نفسنا. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم. ده دي ينطبق علينا احنا، هنغير من نفسنا، هنتقي الله، مش هنشتكي. الشكوى بالذات ال complaining so much، بدل ما نروح نشتكي لله، يا رب انصرنا على الاقل. لو انت متاكده ان المسؤول بتاعك ده ظالم قوي، كلمي ربك. بدل ما اطلع هيج الناس على الفيسبوك، اطلع اكلم ربنا يا رب. ما انا فاكرين ان انا مثلا ببقى لما هموت كده ومتعصبه عشانكم بعمل ايه، عشان بلدي اعمل ايه. يا رب هديهم، نزل عليهم الهدى، نزل عليهم السكينه يا رب. يعني بجد بجد ارزقنا بقضاء عادل، القضاة بتوعنا يبقوا عادلين. لان انا اكتر واحده مضروره من الموضوع ده، انا فلوسي وحاجتي ومالي كله في المحاكم. انا المفروض ابقى قاعده بثور دلوقتي، يا رب الاقي عداله في القضاء يا رب، عشان اعرف اعيش بنت في الشارع، ابقى عليا مكاني اعيش فيه وانا عندي شقق قد كده وارض قد كده في مصر. هو ايه جازات اهلي ان هم الفلوس اللي عملوها بره يستثمروا فيها في مصر؟ وقابلنا، قابلت القاضي الظالم، بس مش هطلع بقى هيج الناس، ده مش هيحصل، مش صح، مش من الحكمة. لكن لما وكلت رب وبوكل ربي اكتر بكسب. فانتوا انا اسفة، انتوا مش بتوكلوا ربنا يا جماعة، كتير منكم مش بتوكل ربنا. انتوا كتير بيبقى عايز يوكل الشكوى، يوكل الشيطان، اطلع اعمل شوشرة. جود لك، جود لك. الشوشرة عمرها ما فاتت. anyways I'm gonna go. I love you guys. اطلبوا من ربنا يا جماعة، وكلوا ربنا أموركم بجد. مصر محتاجة مصريين عشان يشوفوا خير في مصر، محتاجين الإخلاص مع الله. وسيب بقى إيه المسؤولين في إيد الله، وسيب ربك بقى يعمل فيهم ما يشاء. لو انتم امن بربنا بجد، هتبقى واثق 100% انه مستحيل ربنا مش هيستجيب لك دعوتك. اعمل اللي عليك وشوف يا رب. هو الشعراوي كان ماسك كتف مبارك، قال له لو انت كويس ربنا يقويك علينا، ولو انت مش كويس ربنا يتولاك بقى. اعمل كده، اعملوا كده وقولوها بدل ما تشتموا. لو مش كويس ربنا يتولاك، خلي بالك في ربنا. وانا بقولها لهم كلهم، هو كل المسؤول اللي قاعد، خلي بالك في ربك. كرسي اللي عليك ده كرسي على الارض، يا دوب هتجيب يعني فاهم صباح الفل. في ربك بقى جايبك، خلي بالك في ربك، واحنا نعمل اللي علينا وسيبوهم بقى. يلا سلام عليكم.